متسابقنا القادم من اليمن هو خليل بن إبراهيم أحمد، نشاهد الفيديو الآن على الشاشة بإذن الله. الاسم خليل إبراهيم أحمد، اليمن، أحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءة السبع الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ما شاء الله تبارك الله، هذا خليل إبراهيم ما شاء الله، ويبدو أنه حوله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله العائلة كلها ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم شيخنا على قراءة خليل إبراهيم؟ ما شاء الله، أنا مؤكرم بالأخ الفاضل خليل إبراهيم. طبعا عم يقول حافظ وعم يقول جامع القراءات السبع، وواضح طبعا هذا ما بيهمني أنا في المسابقة، الجامع القراءات السبع لا علامات عليه، حافظ كل القرآن لا علامات عليه، لكن هذا يدل على أنه إنسان يعني ماشي في هذا المجال. أنا بهمنا في المسابقة بهمنا الأداء. نعم، أداء الأخ خليل كان أداء قويا منضبطا بالأحكام. انتبه بس لذكرى، ذكرى بين همس الكاف، بارك الله فيك يا أخي خليل، يعني هذه فلتة هكذا، لكن الباقي كان جيد، زادك الله توفيقا. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله رب العالمين، نفع الله بك أخي خليل إبراهيم أحمد من اليمن.